السلام عليكم، أنا أحمد خطوم مدرب معتمد من جوجل. بدي أحكي اليوم كيف نعمل التشيك ليست في جوجل شيت. طريقة الدخول للجوجل شيت، في عدة طرق للدخول للجوجل شيت. ممكن نكتب sheets.google.com، بعدين بتختار، لازم يكون حساب جوجل، ممكن يكون حساب الجي سويت أو الحساب المجاني العادي، بيفتح معانا بهذا الشكل. ممكن كمان ندخل للجداول جوجل بهاي الطريقة. من 9 نقاط الموجودة في حساب جوجل بيكون عندنا جداول البيانات، بندخل لها بهاي الطريقة أو بطريقة إنه نكتب جوجل شيت، أو من خلال درايف نختار مجلد جديد ونختار جوجل شيت أو جداول البيانات. من هنا من علامة الزائد بنفتح صفحة جديدة. عشان إحنا بدنا نشرح بالعربي، راح نختار التنسيق يكون الاتجاه من اليمين إلى اليسار. بعدين بدنا نكتب مثلا نشتري قائمة مشتريات، وبدنا نعمل لها تشيك ليست. قائمة المشتريات، ممكن نكبر الخط. طيب هيك بنكون حددنا شو المشتريات اللي بدنا نشتريها. بدنا نعمل لهاي المشتريات، بدنا نضيف هنا ادراج من هون، مربع اختيار على اساس الشغلة اللي بنشتريها، بنحط هيك تشيك انه اشتراها. ومن هذا المربع الصغير نعمل لكل المجموعة. طيب بدنا نعمل تنسيق شرطي، نضغط على الخلية من هون، نعمل تنسيق شرطي. بدي امحي A8 واخليها الى A حتى يختار لي اياه للاخير. هون التنسيق الشرطي بدي اخليه صيغة مخصصة، وادخل اي معادلة انا بدي اكتبها لازم ابداها باليساوي، يساوي B. انا بدي اخلي هذا التنسيق الشرطي مرتبط بهذا العمود اللي هو B2. إذا كان B2، خلينا نشوف هنا، إذا كبست على هاي بعطيني إنه فولس إذا مش مختارها، إذا اخترتها بعطيني ترو. فأنا بدي أحكي إذا B2 تساوي ترو يلونها، وإذا مش ترو ما يلونها، إذا أنا مش مختارها ما بتتلون. وبدي أعمل التنسيق الشرطي يكون مخصص بهذا الشكل، واللون يكون مثلا بهذا الشكل، وعمل تم. الآن بصير إذا اجيت اخترت أرز بلون لي إياها وبيشطبها، إذا اجيت اخترت لحم خروف بلونها وبيشطبها، خبز بنفس الطريقة. هيك بكون أنا عملت في الجوجل شيت مربع اختيار مع قائمة مشتريات، أو ممكن نستخدمها بأي طريقة على أساس نشيك على الشغل اللي عندنا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والله يعطيكم ألف عافية.